j'ai 16 ans. Commence le printemps le 21 juin et se termine le 21 septembre. Bravo. En été, elle fait très bon. Le petit, elle est grand. Le fil des soleils de mer, c'est grand vague. C'est l'occasion de voyager, se reposer et de s'amuser. On était en Porsche, maillot de bain, short, chapeau, casquette, t-shirt, soda. كما قال الأخ مؤسسة نموذجية في الشكل وفي المضمون، وهذه اللوحات الفنية المقدمة تعبير على أن المؤسسة تبذل واحد المجهود كبير، وهذا تتويج لمجموعة ديال النشاطات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة. إذن مرة أخرى كنعاود نجدد الشكر الخالص للسيدات الأستاذات الفاضلات على هذه السنة الدراسية اللي قضوها، فيها التعب، فيها الآلام، فيها معاناة، ولكن ملي كيكون التتويج في النهاية الحصيلة أن الوليدات كل شيء تفوقوا ونجحوا وارتقوا لمستوى آخر، إذا هذا يبشر بالخير. حنا كنا آباء كنا تنبغي وليداتنا يكونوا في أحسن مستوى، إذا كاين فرق ما بين الرعاية والتربية. نبغي نوقف عند هذه الكلمة، كنبغي نوقف على كلمة الرعاية والتربية. الخطأ اللي كيسقطوا فيه الآباء، حنا كنا كآباء وانا كنقدموا الرعاية كثيرة من مأكل وملبس ودراسة، ونغفل واحد الشيء اللي أساسي ولزوين وهو التربية. كتلاحظوا أن المجتمع تعرف واحد انزلاقات خطيرة جدا، أن الأسرة ما بقاتش كتقوم بالدور ديال الرأي الأفجي أم فجي إلى غير ذلك. كنلوحوا المسؤولية كلها للأسرة، للمؤسسة. المؤسسة ما كانش تقوم بهذا الدور التربوي، لأن كتلاحظوا انفلات خطير الإجرام اللي وقع
لان احنا في الجيل ديال الستينات رباتنا المدرسه المغربيه مدرسه المواطنه، الاستاذ تيربي، المدير تيربي، الجميع تيقوم بهذا الواجب الوطني، يعني تكون جيل لحامل المشعل وتلاحظوا هذا الفرق. نتمناو مستقبلا، لان الوزاره غادا في واحد التوجه اللي كان ايجابي لرد الاعتبار للمدرسه العموميه والمدرسه الخصوصيه، وسيما التعليم الاولي البريسكولير عطات واحد الدور كبير. نتمنوا ان هذا الجيل اللي جاي طالع واللي يمكن يحمل من هنا جيل تحرك، جوج اجيال تحركوا، نتمنوا هذا الجيل اللي طالع انه يحمل المشعل ديال الامه ويقود السفينه اللي يعني كان النجاه ديال المجتمع المغربي يكون مجتمع راقي. رجعوا به للوراء للزمن الجميل، لان كل شيء تيتاسف الا انتم كامهات ربما الاباء ديالكم ولا الامهات يحكوا لكم على الزمن كنسميوه الزمن الجميل ديال الستينات والسبعينات والثمانينات اللي كانت فيه المدرسه كتقوم بالادوار ديالها الطلعيه واللي خرجت. اذا ما نطولش عليكم، مره اخرى كنشكركم على هذا الحضور ديالكم، ونتمنى انكم تستمتعوا اكثر بالفقرات المتبقيه في هذا كذلك الاباء للخطاب راه موجود الاباء. شكرا لك. قد أتى فصلاً
الفصول باللغة العربية وهي من أداء أطفال وطفلات المستوى الثاني. أقدم أطفال مستوى الثاني أول. أول مستعرضين كان الخريف، دخل بوقار جلال يلي أصبع بكابتي سفافيتي تقدم ساكنا وقال يلا تامي شكرا لك.